تعالى بقى نروح لتقرير تاني. لا النهارده انا متدلع ما اقدرش انكر. طيب بيت الشعر العربي في مركز ابداع الست وسيله عمل احتفال بمرور 100 سنه على ميلاد الشاعره العراقيه الهامه الكبيره العظيمه نازك الملائكه. ممكن لو سمحتوا نشوف التقرير ده وتبقى دعوة مننا إنه نعيد القراءة مرة تانية في أدب الراحلة العظيمة أو شعر الراحلة العظيمة. استنونا. نازك الملائكة طبعا شاعرة رائدة مؤسسة في مجال الشعر العربي الحديث، شعر التفعيل خاصة، وهذه مشاركتها لم تكن منفردة في الواقع. هناك عدد كبير من الشعراء العرب عراقيين وغير عراقيين. في مصر كانت هناك حركة أبولو، وأيضا عدد من الشعراء المصريين المبادرين في هذا المجال. لابد من قراءة شعر نازك الملائكة، لأنه لا يقدم نازك الملائكة شيء أفضل مما تقدمه هي عن نفسها، وهو الشعر، الشعر بالذات، لأنه فن يستطيع أن يصل إلى داخل الوجدان ويكشفه. فعلا مناسبة تاريخية، هذه ذكرى المئوية للشاعر الكبير نازك الملائكة، ونشكر أشقاء في مصر على إقامة هذه الممسية عرفانا وإكراما للشاعر الكبير نازك الملائكة. أنا سعيدة جدا النهاردة إن إحنا بنحتفل بمئوية الشاعرة العراقية المصرية العربية نازك الملائكة، وبتمنى من كل قلبي للابن العزيز سامح محجوب إنه يرتقي بهذا البيت يليق بشعراء العرب جميعا وليس شعراء المصريين فقط. ما فيش حد يهتم بالشعر وحداثة الشعر والانعطافات اللي مر بها الشعر العربي عموما، مش العراقي بس، العراق كان له فضل ريادة كما أعتقد. يعني نازك الملائكة، السياب، عبد الوهاب البياتي، بولند الحيدري، ياسين رشيد، بس نازك كانت يعني متميزة. طبعا هي أيقونة الشعر الحر وليها مدرستها الخاصة وبصمتها الخاصة، ومئة سنة في مسيرة نسوية شاعرة ده شيء مهم جدا، لأن معظم العرب عندهم هاجس إن ما فيش تجربة نسوية متحققة، فهي نازك متحققة رغم الوفاة من سنين طويلة يعني. وأنا كمان مبسوطة النهاردة لأن عندي أصدقاء كتير من الشعراء المشاركين من أقطار عربية مختلفة يعني. أهمية حدث اليوم هو مرتبط بأهمية من أقيم الحدث من أجلها، وهي الشاعرة العراقية الرائدة نازك الملائكة. نازك الملائكة هي إحدى التحويلات الفنية المهمة والدقيقة في مسيرة الشعرية العربية الحديثة. يعني إذا كان شوقي والبارودي احتفوا بالمقولات الكبرى للقصيدة العربية، فجيل نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وأحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور أرادوا أن يكون لهم المقولات الخاصة بهم، وبالتالي الطريقة التي يتحدثون بها عن ذاتهم ثم عن العالم. في الحقيقة هو بالبداية كرم من المصريين وحفاوة جميلة جدا بشاعرتنا نازك الملائكة، فضلا عن كون كرم منهم فهي شاعرة تستحق، لأنها مجددة في الشعر بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية هي صوت نسائي نحذو حذوه، يعني أنا من النساء اللي نشأت على أشعار نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، لكن تظل نازك هي قدوة بالنسبة لي كوني أنثى، وكونها أنثى، وكونها كتبت بروح الأنثى الإنسان وليس مجرد الأنثى المرأة.